ما هي إيجابيات وسلبيات السوق السوداء؟ يطلق اسم السوق السوداء على النشاط الاقتصادي الذي يحدث خارج القوانين والتنظيمات وبعيدا عن سلطة الضرائب، وله أسماء أخرى مثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد السري أو الاقتصاد غير الرسمي. فلنبدأ أولا مع إيجابيات السوق السوداء. من إيجابيات السوق السوداء توفرها دخل وفرص عمل لمن لا تسنح لهم الفرص في السوق الشرعية، فتسمح الأسواق الشعبية مثلا بالمنافسة بين عشرات رواد الأعمال الذين يبيعون سلعا متشابهة. تخفف السوق السوداء من تكلفة الأدوية والخدمات الصحية وغيرها من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الحصول عليها في الحالة العادية. فمثلا قد يعمل طبيب في الريف بتقديم خدمات رعاية صحية منخفضة التكلفة بصورة غير شرعية مقابل أتعاب نقدية لا تدخل في حساب الضرائب. تساعد الأسواق السوداء أيضا في نجاة الاقتصادات التي تعاني في أثناء الكساد، إذ يلجأ الذين فقدوا أعمالهم إلى اقتصاد الظل ويتعيشون منه إلى حين انتهاء فترة الكساد. أما سلبيات السوق السوداء فهي عديدة وليست محصورة فيما نقوله الآن. تقصي أسواق ظل الصناعات الشرعية التي لا تستطيع المنافسة في ظل انخفاض تكلفة العمليات غير القانونية، ويعمد بعض متنافسي الأسواق السوداء إلى خلق انقطاعات في إمدادات بعض السلع الشرعية بغرض إجبار الناس على الشراء منهم. وبسبب طبيعة السوق السوداء المتهربة من الضريبة، تفقد الحكومة مصدر إيراداتها الذي كان يمكن تحويلها إلى خدمات تقدم للمواطنين. ولأن أجهزة الإحصاء في الدولة تغفل عن أنشطة السوق السوداء، فتكون تقديرات الحكومة عن الناتج المحلي الإجمالي مغلوطة. من الجدير بالذكر أن العاملين في السوق السوداء لا يتلقون أي تعويضات أو حماية قانونية، ما يعرض أكثرهم للاستغلال، ولا يدخل هؤلاء العمال في عداد العمالة والبطالة في الدولة لأنهم لا يعتبرون من القوى العاملة. مثلا كان تزايد تعاطي المخدرات أحد أسباب انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة في النشاط الاقتصادي، إذ أجرى ألان كروجر البروفيسور في جامعة يال دراسة على عينة من الشباب غير المنخرطين في القوى العاملة، ووجد أن 20% من انخفاض نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي سببها تزايد استخدام الأدوية الأفيونية، وأن نصفهم تقريبا يتناول المسكنات بهدف معالجة حالات صحية مزمنة، وأن ثلثهم أجبروا على تعاطي الهيروين عندما نفذت وصفاتهم الطبية ما سبب إدمانهم. ووجدت دراسة أخرى أن 1 مليون شخص في أمريكا يعانون الإدمان الشديد على العقاقير الأفيونية، ما يشكل 0.5% من مجموع القوة العاملة، ويكلف الاقتصاد 44 مليار دولار سنويا خسائر، ويبطئ نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.